كيف اوضاعكم هلا؟ كيف الحمد لله بخير ومخيفين ونطلع بكيفنا ونفوت بكيفنا والحمد لله والحمد لله. كيف كان ممارسات داعش معكم؟ ممارسات داعش كان جلد وقص وضرب، ما في طلع على الشارع، مدارس ما في، كله بالجوامع دين، هجوم يعلمون على اساس انه دين. الحمد لله رب العالمين، الاوضاع منيحه وبلد شوي شفت لبكه وكذا، وان شاء الله الامور تتحسن اكثر مني. عرفت علي؟ اوضاع المدنيين كل ملعب تحسن الحمد لله رب العالمين، المواد عم تامن اول باول وعلى الله.